بيض الله وجهك عبد الله وجهك الله يطول عمرك. استاذ احمد انت ابداعت لين وقفت ولفيت على علينا. هذا احد لاني كنت ما ادري اشرح لك اياها في الاعلام. لما تواجه شيء انت مو فاهمه او شيء لازم تاخذ البريك او الفاصل بطريقه فنيه. يعني تبغى تسال منظم الحفل اقول كذا او ماذا اقدم، ما تيجي توقف في نص الكلام وتلف تسال وتفضلوا وتقهووا، يعني زي اللي تاخذها بطريقه فنيه تقهووا او ناخذ مشاركه او كذا وتروح بسرعه تسال، يعني تاخذها ما تسوي ستوب وتلتفتها يا جماعه ايش الموضوع ايش السالفه. هذه يمكن هذه الغلطه الوحيده. بس لو كان اللي قدامي كلهم صدق اولياء امور كان جاي كلام صح. طبعا اهنيك انك انت كيف مدحت الاباء واثنيت عليهم، الله يطول في اعمارهم، الله يطول في اعمار كل اب موجود ويبلغ بابنائه ان شاء الله. يعني اللهم امين يا رب. الله يوفقك يعطيك ان شاء الله حتى يرضيك باذن الله سبحانه وتعالى. انا كنت اتمنى انك بس لو ركزت على الموضوع مثلا التكريم متفوقين، يعني انهم جايين عشان تكريم متفوقين، تعرف دعوه اولياء الامور تكون لمناسبه واغلبها تكون تكريم متفوقين. يعني لو انك اخترت موضوع ركزت عليه لكان اجمل. انا عارف ان الموقف يعني صعب، لكن دائما حتى اللي جالسين اللي بيطلع ركز انك توصل لنا رساله. بس انا كان استرسالي كاني طالب في مدرسه وجايين اولياء امور. لا جايينك بدعوه اكيد، اكيد ما يجونك كذا، هم جايينك لدعوه ولمناسبه. صح صح، يعني ما بيجونك اولياء امور الباب مفتوح وجايين وجالسين ما تدري ليش جالسين. وانا قلت لهم بعد عندنا يوم ان شاء الله، يعني يا شباب كل واحد بيطلع يعتبر جمهوره مرتب للموضوع مو عشوائي. يعني لازم تستحضرون هذه، اللي جالسين قدامك مرتب لهم وموزع كرت دعوه لهم وحاطين مناسبه، انت تستحضر المناسبه هذه. فيعطيك العافيه. الله يطول عمرك. ما شاء الله صوتك ونبرته جميله جدا، و صلى لك التوفيق والسداد وتكون ان شاء الله علم من اعلام هذا البلد. شكرا لك. جزاك الله خير يا حبيبي. شكرا لك. طيب نواف تغريده هنا يقول ابداع غير مستغرب من تركي